السلام عليكم اخواتي، رمضان مبارك علينا وعليكم يا رب العالمين. واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحتكم بخير. اول وصفه راح نبدا لكم فيها في هذا شهر رمضان المبارك راح نديروا طاجين الحلو. ان شاء الله كامل ايامكم تكونوا حلوين. المهم البنات هنا راح نعطيكم الكيلة باه يجيكم مليح ويجيكم مضبوط، يعني تجيكم طاجين الحلو كميه قد ويجيكم بنين. شوفوا اول حاجه واش راح تحتاجوا عندكم هنايا، كيلة تاع الفواكه المجففه، اي فواكه مجففه كانت عندكم ضيفوا لها هنايا كيلة، زوج كيلات ماء بكيلة سكر. يعني اول حاجه هنا راح تبداو بها نتوما، ديروا الماء والسكر قبل تحطوا هذاك السكر يذوب. كي تشوفوا السكر تاعكم ذاب لكم تبداو تزيدوا الفواكه المجففه تاعكم. شوفوا لهنا انا درت كيلة، زوج كيلات ماء بهذا الكاسكيت البنات، راح نزيد لها هنايا يقابلها كيلة سكر. راح نزيد لها هنايا كيلة سكر البنات، نفس الكاس كيلو بيه هكذا، باه تجيكم شغل هذاك السيرو اللي ديروا فيه طاجين الحلو تاعكم يجيكم مليح، ما يجيكمش مايل بزاف، وثاني ما يجيكمش داير فيه عاقد بزاف، بس كي يجي عاقد ثاني ما يجيش مليح. المهم هنا تحاولوا انكم تكيلوا السكر مع الماء بنفس الكاس. شوفوا لهنا البنات، هذه يعني الطريقه اللي نعتمدها انا. كي يكون عندك الدجاج، كي يكون ما عندكش عفوا اللحم، بسكطاجي الحلو كيما على بالكم كاين اللي يديروه باللحم باه يجي مليح ثاني. المهم هنايا تحطوا هذه الكميه تاعكم تاع السكر مليح، تخلطوا هكذا وتحطوها على النار باه تذوب هذيك السكر. هنا هذا راح نضيف لها انا لهنا القرفه، ورايح نضيف لها هذه نجمه الارض بعد ما غسلتهم، هذه تبقى اختياريه، كاين اللي ما يطيبوش بها ولا ما يشريوهاش، بصح مليحه في طاجين الحلو البنات، تجيكم بنينه في طاجين الحلو. المهم هنا تحطوا هذو مليح مع بعضهم هكذا، كي تشوفوهم ذابوا لكم باه تزيدوا لهم غرفه كبيره زبده. ومن جهه اخرى البنات هنايا عندكم الزبيب وعندكم العين بقره، الفواكه اللي كانوا عندكم ثاني تقدروا ديروا لها مشمش. المهم هنا كيلت ثاني بهذا نفسه كيلت به، هنا درت زبيب ودرت العين بقره، بعدها نزيد لها التفاح راهو طايب، ويعني درته خليته وحده، وثاني الاناناس تخليه الديكور برك ما تطيبوش معاه، ولا تقدروا يعني تطلقوه هكا في الاخير برك باه يتعسل هذا ما كان. شوفوا لهنا ضروري العين بقره ما تحطوهاش معاهم دوكا، تخليوها هي الاخرى، ديروا لها الماء لازم يكون يغلي مليح، تتغطى هكا في الماء يغلي وتخليوها باش تطلق هذيك الكحوليه، باه من بعد كي تحطوها في الطاجين الحلو هذيك لاصوص تقعد لكم، ولا هذيك الشربه تاع الطاجين الحلو تقعد لكم صفراء، ما تجيش فيها هذيك الكحوليه تاع العين بقره، هذه خليوها وحدها 10 دقائق ربع ساعه، يعني من الاحسن انك تخدميها من قبل وتخليها هكذا حتى تنحي هذيك الكحوليه. هنا ثاني الزبيب كيف كيف راح ثاني نحط له الماء يغلي هكذا وتخليوه ثاني شويه، ومن بعد راح نكمل نحطهم مع الاخرين. هنايا نشت هذيك لاصوص ولا هذيك السكر البنات ذاب، راح نزيد لها هنايا مغرفه كبيره زبده، ماشي مغرفه كبيره كبيره، المهم هكذا هكذا البنات راح نزيدها مع هذاك السكر والماء. لهنا البنات كي تشوفوا هذه الشربات هكذا وجدت لكم هكذا، حطوا لها الزبيب بعد ما تكونوا غسلتوه مليح. شوفوا انا بعد ما غسلته كيفاه يكون، بعد 5 دقائق ولا 10 دقائق برك تبداو تحطوه، تخليوه حتى يزيد يغلي مليح، ومن بعد تزيدوا العين بقره. هذيك العين بقره حنزيد يعني حطيت لها الماء الخطره الاولى وحنزيد نحط لها الماء الخطره الثانيه. هنا زيت غليت لها الماء، هذا الماء الخطره تاع الخطره الاولى رايح نسيحو ونزيد نحط لها الخطره الثانيه الماء، بس نحل هذيك الكحوله كامل اللي فيها، وكما قلت لكم باه ما نسلق لكمش هذيك الكحوله في الطاجين الحلو، باه يقعد صفر كيما راهو، الماء لازم يكون يغلي مليح هكذا باه تطلق كامل هذيك الكحوليه اللي فيها. هنا البنات كي تشوفوا الطاجين الحلو تاعكم هكذا ولا بهذه الطريقه، الزبيب يكون ثاني طاب، نحطوا له لهنا التفاح. قلت لكم واش كان عندكم نتوما في طاجين الحلو كيف راكم حابين ديروا، هذا التفاح كان خدمته من قبل ومجمد، يعني دوكا نحط الحبات هكذا كيما راهم برك هذا ما كان، راهم يعني طيبتهم من قبل وكانوا معسلين، يعني دوكا حيت نحطهم يديو طياب خفيف برك البنات ونحيهم.
هذا مكان. ولا هنا ثاني نعيم بقره هذه بعد ما غليتها مليح، شوفوا كيفاه ولات، يعني ولات طريه والماء ما بقاش كحل، يعني ولات كي نحط لها الماء تقعد كيما راهي. انا بدلت لها الماء ربع خطرات. هنا ثاني راح نحطها ونزيد نخليهم هكذا يغليو شويه. العين بقره هنا راكم غليتوها يعني في الماء، ما تخليوهاش دوكا الزيت تطلق بزاف، غير شوي برك وطفيو عليها، تتعسل شوي هي وتفاح برك وطفيو عليهم. هذا مكان. وهكذا نغطيهم ونخليهم حتى يطيبوا مليح. لهنا بعد ما طاب طاجي الحلو راح نديكوريه. شوفوا التفاح قلت لكم راهو طايب، يعني غير حطيته يتعسل. هذا مكان. ونحط الحبات هنايا، نحطهم انا في بعضهم ديكور، كل وحده وكيف تحب تحط الديكور تاعها. راح نديكوري ثاني بالاناناس. الاناناس تقدروا ثاني تحطوه هنا يغلي شويه معاهم باه يدي هذيك تعسيله برك، ولا تقدروا هكذا طول ديكوريو به. انا بالعاني ما حبيتش نحطو معاهم، يعني خليته كيما راه. لهنا الديكور راح نديكوري بهذه الطريقه. الاناناس هنا الحبه حنقسمها على النص ونديكوري بها هكذا. هذه هي الطريقه اللي ديكوريت بها انا، وكل وحده كما قلت لكم واش راهي حابه ديكوري. تحبوا تخليوا الحبه تاع الاناناس كيما راهي وديكوريو بها ثاني، هذه تبقى لكم اختياريه. درت بهذه الطريقه، ومن بعد نزيد الطبقه الاخرى اللي وراها نديروا نديروا هذا العين بقره. ديروا العين بقره هي اللي وراها تجي هكذا في الديكور. هنا نحط هكذا كل حبه اناناس نحط لها العين بقره هكذا في النص. وزيت لهم لهنا ديكور بالجوز هكذا، ولا تحبوا ديروا اللوز ثم وحدكم تقشروه، ولا تشريوه مقشر وديكوريو به. هذا هو البنات ديكور تاع طاجين الحلو كيفاه درتو. شوفوا لهنا البنات طاجين الحلو كيفاه طاب كيفاه دجاج، الله يبارك. الديكور كما قلت لكم نتوما واش عندكم، واش راكم حابين ديكوريو. كل خطره باذن الله راح ندير لكم ديكور جديد تاع طاجين الحلو. تقدري ديريه هكذا للضياف كي يجوك ثاني في شهر رمضان، تقدري ديكوري انتيا واش راكي حابه. ان شاء الله تنال اعجابكم الوصفه تاع نهار اليوم ونلقى فيها تفاعل ايضا. ما تنساوش الاشتراك والدعم البنات، والى اللقاء وصحه فطوركم جميعا. Thank you.